السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم زبادي في الجهاز زهران، ولو ما عندكيش الجهاز هقولك تعملي ايه عشان تطلعي احسن زبادي، احسن من الجهاز كمان. الجهاز ده عندي بقاله 10 سنين، زي ما انتم شايفين دي كوبايات الاصليه بتاعته، 8 كوبايات، والغطيان البلاستيك بتاعته اهو. ولو عندي كوبايه من دول اتكسرت او عايزه بديل للكوبايات عشان تعملي مثلا في رمضان، طبعا احنا في رمضان يوميا بنعمل زبادي، فبنبقى عايزين بديل نطلع دي، وعايزين بديل بقى نعمل زبادي تانية. هقولك البديل ايه. البديل بتاعي كوبايه الجبنه البريزون والغطا بتاعها ما ترميهوش، برضو هينفع برضو بدل الغطا ده اهو. انا عندي كمية هنا منها اهو، كمية من الكوبايات اهي. الجهاز ده بياخد 7 كوبايات من دي، بياخد 7 كوبايات، هما دول 8 الاصليين بتوعها 8، هو بياخد 7 علشان هي واسعة من فوق من هنا كده، فاهميني؟ انا بعمل فيهم الزبادي على طول. ما شاء الله حلوين وفكرة كويسة كمان. انا هعمل في الكوبايات التانية يا بنات زبادي معاكو، ما تقلقوش منها خالص. طيب انا زي ما قلت لكم ان انا بحط 7 كوبايات، بس بسيب واحدة من الاصلية بتاعت الزبادي بتاعت الجهاز، بسيب واحدة. فهمتوا كلامي؟ يعني الثانيه اللي هنا ما ينفعش تيجي، لان تبقى ايه، هوريها لكم برده اهو كده. بصوا دي الكوبايه اللي التامنه، ممكن تمشي بس تحسها ايه يعني مقلوبه للناحيه بره شويه اهو. انا هعمل فيهم هما الثمانيه الزبادي ان شاء الله. طبعا يا بنات قبل ما نستخدم الكوبايات لازم نشيل التيكت ده. هنشيله ازاي؟ بنجيب ميه سخنه مغليه، سخنه خالص، وبنحط فيها الكوبايه، والستيكر ده بيطلع وبتغسليها عادي وبتستخدميه، ماشي؟ سبحان الله، هما التمانية جايين قد بعض اهو. في ساعات بتيجي احيانا كوبايه بتبقى كبيره شويه عن التانيه، يعني الكوبايات دي مش كلها قد بعض، بتبقى مقاسات، يعني عندك دي صغيره عن دي مثلا، دي كبيره عنهم اهي. فلو كله من الكبير ده التمانية مش هيجوا جنب بعض ابدا، انما عشان في صغير وكبير من اللي هما بتاع الجبنة بريزدون، عشان في صغير وكبير فدخلوا مع بعض كده زي ما انتم شايفين، انما لو كلها مقاسات كبيرة، انا اللي ملاحظة المقاس ما بينهم، هو شايفين انا ملاحظة المقاس. فلو تمانية من الكبار حطي واحدة من الاصليين بتوع الجهاز، لو بقى عندك صغير وكبير زي كده التمانية هيمشوا. عشان ما اطولش عليكم بقى، تعالوا نعمل الزبادي مع بعض. وزي ما قلت لكم لو ما عندكيش الجهاز ممكن تعملي في اي كوبايات عندك. وبتعملي ايه بقى؟ هتجيبي زي صينية كده كبيرة، بس اهم حاجة تكون عالية شوية، وتحطي فيها مية سخنة مغلية، تخلي المية السخنة ايه نصها، بحيث ان المية تيجي عند الزبادي هنا كده، وتحطي توقفي فيها كوبايات اللبن بتاع الزبادي اللي انت خلاص عملتيه، خلاص زبادي، توقفيها في قلب المية السخنة دي، وبعد كده بتشتليها تدخليها في قلب كيس، وبتقفلي عليها كويس، كيس كبير كده، وبتقفلي عليها كويس، كيس اللي هو اللي عامل زي المشمع كده، وتقفلي عليها الكيس كويس. وبعد كده بتدخليها الفرن بتاعك تكوني مسخناه يعني مدفياه كويس يعني. بتلفي طبعا الصينيه والكيس، بتلفيهم في قلب فوطه او في كوفرته حلوه كده، تلفيهم كويس، وتقوم مدخلاهم في الفرن اللي انت مسخناه. وبعد كده بتقفلي عليهم الفرن. ولو انت في الشتاء بقى وخايفه ان الزبادي ما يعني ان هي ما تنجحش معاكي في الفرن بتاع البوتاجاز، بتشغلي اللمبه بتاعت الفرن بتاعت البوتاجاز،
هي هتكمل بقى التدفئة مع ال هكمل التدفئة زي الجهاز بالظبط، هتكمل التدفئة بتاعت الزبادي، وبعد كده هتلاقي الزبادي ان شاء الله ناجحة وكويسة وياكي، وبتخلص بسرعة كمان عن الجهاز. يعني اللي بتتعمل في الفرن البوتاجاز دي من 8 من 4 ساعات ل 6 ساعات تلاقيها جاهزة، يعني خلاص زبادي زي الفل. تاخدها تدخلها ساعة ولا ساعتين كده في التلاجة وبتاكليها بألف هنا وشفا. انما بتاعت الجهاز من 6 ساعات ل 8 ساعات، ولو سبتيها اكتر من كده بتبقى جميله برضه. طيب الزبادي بقى يا بنات معايا هنا لتر وكوبايه من اللبن، لتر وكوبايه من بتوع الزبادي من بتوع الجبنه، لتر وكوبايه من دي لبن، ماشي. ده لبن انا غليته وعينته في الثلاجه ده تاني يوم ليه. هطلع بقى كل القشطه اللي فيه، لان صراحه انا ما بحبش الزبادي لما تتعمل بتبقى عامله طبقه قشطه كبيره كده، انا صراحه ما بحبهاش ولا البنات عندي بيحبوها. ف هشيل الوش بتاع اللبن. لو انت عايزه تعملي الزبادي دايت بتغلي اللبن وتعينيه في الثلاجه، وبعد كده بتعينيه في الثلاجه لتاني يوم وتطلعي نسبه الوش اللي فيه، وبعدين تسخنيه تاني وتدخليه الثلاجه، وبعد كده اي نسبه وش بقى بتطلع معاكي تاني، ما بيبقاش فيها اي حاجه خالص، فبتبقى ايه كده زبادي دايت معانا. معايا كده زي ما قلت لكم لتر وكوبايه من بتاعت الجبنه لبن، ومعايا بوله فاضيه وعلبه زبادي. اي علبه زبادي اي نوع انت بتحبيه، بس تكون نوعيه، يعني ايه لما تيجي تاكلها كده تحسها ان هي ناعمه وجميله. انا بحب مراعي وبحب دانون، وجهينه برضو تمام جميله. لو دانون موجوده عندك يبقى احسن، يعني انا بحب دانون قوي، بحب اعمل بها الزبادي، بس اللي عندي هي المراعي. هفضي بقى العلبه اهو، هرمي بس نسبه الميه اللي فيها دي اهو. هتفضي العلبه كده عندك في بوله صغيره كده، لو انت حابه تعمل الخطوات دي كلها في الخلاط اعمليه بس ضربه وقفي، تضربي ضربه واحده وتقفي علشان بس ما يعملش معاكي كده ايه فوم كده، وتيجي تحطيه في الكوبايات تلاقي الكوبايات كلها ما يعني ما فيش فيها لبن. يعني بعد ما تحطي الجهاز انت فاكره ان هي اتملت، وبعد ما تحطي الجهاز في الكهرباء تلاقي كل الفوم بتاعها ده كله نزل، وبقيت حبه يعني حبه زبادي صغيرين كده في ارضيه الكوبايه. فضيت كده علبه الزبادي كده زي ما انتم شايفين اهي، وشلت القشطه بتاعت اللبن. هجيب بقى شويه كده من اللبن كده على الزبادي، حاجه بسيطه خالص، وبعد كده هنضربهم بقى ضرب كويس اهو. لو انت عندك لبن اللي هو اللي بيجي في العلب ده، اللي هو المراعي اللي بيجي في العلب كده، ممكن تستخدميه، بس هيعملك زبادي خفيفه، مش هيعملك زبادي حلو زي اللبن اللي هو اللي احنا بنجيبه من عند اللبان. معلش بقى لو الصوره مهزوزه عشان بصور بايد وشغاله بالايد التانيه اهو. اهم حاجه وباكد عليها، لازم الزبادي يتضرب كويس في شويه اللبن دول، وبعد كده هنضيفهم للبن بتاعنا هنا. زي ما قلت لكم لو انت عندك لبن لبن ثاني غير اللي هو اللبن اللي احنا بنشتريه في العلب، اللي هو زي ده بس بنشتريه في العلب، اللي هو المراعي زي المراعي كده، ممكن تعملي بيه الزبادي، بس هتطلع خفيفه وياكي. لو انت بقى لو ما عندكيش اللي هو بقى وعايز الزبادي يكون كويسه وحلوه معاكي، ممكن تستخدمي اللبن البودره، تحط عليه كيس لبن بودره على لتر اللبن، كيس لبن بودره من ده هتعمل لك زبادي كويسه جدا، وهيبقى طعمها زي الزبادي اللي احنا بنشتريها من بره. خلاص معلش لو انا بتكلم كتير، بس علشان اي معلومه عندي بحاول ان انا اجيبها لكم. قلبتها كده كويس اهو يا بنات، هنزل بقى على اللبن بتاعنا كده زي ما انتم شايفين، هضيف كل الكميه كده للبن، وبرده هقلبها كويس جدا فيه. بدات كده يا حلوين اهو اصب الزبادي كده،
انا بصبهم بره الجهاز علشان ما بهدلش الجهاز لبن، بيبقى في الاخر ريحته مش حلوه خالص. هنحط كده الزبادي بقى يا بنات في الجهاز. لو انتوا حابين تعملوا الزبادي دي بالفواكه، ممكن عندك تجيب اللي هو المربى، اي نوع مربى عندك بتضيفيه في الاول في الكوبايه، وبعد كده بتنزلي عليها بالزبادي، بتبقى جميله. او حاجه زي كده كمان بيبقى جميل برضو. اهم حاجه ما يقعش حاجه في الجهاز يا بنات، علشان ايه ما تعملش ريحه وحشه زي ما قلت لكم. وانا بشطفه صراحه، الخل كمان بيشيل الريحه. لو انتوا واخدين بالكم الزبادي جاي على ميلان كده، عشان هما 8 كوبايات. لو انت مش حابه الكوبايات الكبيره دي، يعني حطي واحده بس من بتاعه الجهاز الاصلي. غطي الجهاز كده يا بنات اهو، زي ما انتوا شايفين كده اهو، وغطيه، اغطيه كويس، ما تقلقوش بتغطى كويس، يعني مش عشان الكوبايات كبيره يبقى خلاص مش بتغطى، لا بتغطى كويس خالص اهو اهو. ووصلته بالكهرباء، ولازم علشان لازم الجهاز الزبادي ما تحطوش على حاجه بتتحرك، زي مثلا الغساله ما تحطوش على ظهر الغساله، ما تحطوش على ظهر الثلاجه، لازم يتحط على حاجه ثابته ما تكونش بتتهز يعني. طيب يا حلوين، احنا كده هنسيب الزبادي في الجهاز كده زي ما انتم شايفين، هنسيبها من 6 ساعات ل 8 ساعات. لو زودتي تمام حلو، لكن ما تقلليش خالص عن ما انا بقول لك كده، يعني 8 ساعات حتى لو انت قرات الارشادات اللي في الكتاب، من 6 ساعات ل 8. كده يا حلوين الزبادي بتاعتي اهي بقالها 8 ساعات ونص بالظبط زي ما انتم شايفين كده. شايفين فيها نسبة مية بسيطة، بس طبعا لما بتخش التلاجة نقطة المية دي ما بتبقاش موجودة اصلا، بس شايفين متماسكة وحلوة ازاي اهو، عشان بس نقطة المية دي ما تقعش في الجهاز. شايفين متماسكة خالص اهي، هطلعها كلها بقى واحطها كده على صينية، احطها على صينية واحطها في التلاجة، واوريها لكم ان شاء الله لما اجي اطلعها من التلاجة. الزبادي شايفين، شايفين القوام ما شاء الله، زبادي جميلة. ده احنا كده تاني يوم، يعني انا عينتها في التلاجة وده تاني يوم. ما شاء الله جميل. وناعمة وحلوة. عايزين بقى تضيفوا عسل، تضيفوا بقى اي منكهات، تضيفوها من البداية يضيفوها ايه على وش الزبادي. عجبك الفيديو او استفدت باي نصيحة في الفيديو، لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة. في رعاية الله.